السلام عليكم أيها الأحبة أينما كنتم. أيها الأحبة، بكل تأكيد إحنا نتابع بقلق وترقب شديدين للمشاورات التي ستفضي إلى تشكيل حكومة السيد محمد شياع السوداني، وبالتأكيد أيضا أنكم مصدومون مثلنا عن ما آلت إليه هذه المشاورات وسعي الكتل السياسية التي تكون تحالف إدارة الدولة وسعيه المحموم للاستحواذ على وزارات هذه الحكومة. الكتل السياسية كلها، كل الكتل السياسية تدرك تمام الإدراك أنها أمام تحدي تشكيل حكومة خدمات، حكومة بعقلية اقتصادية تسعى لتحقيق النمو الاقتصادي وانتشال البلد مما هو فيه، وبعث روح الطمأنة لدى المواطن العراقي، وأن الإخفاق سيؤدي بكل تأكيد إلى توسيع دائرة الرفض والاضطراب مرة أخرى. هذا موضوع حلقتنا لهذا اليوم أيها الأحبة، وكما اعتدنا طبعا معكم في التقديم على أفاضل، وفي الإعداد قاسم العجرش، وفي الإخراج أحمد سلام. كما اعتدنا أيها الأحبة نبتدئ بأحد المقالات التي كتبت حول الموضوع. مقالنا الأول حمل عنوان استراتيجيات إنهاء التأخير، الكاتبة تبارك الراضي. استراتيجيات إنهاء التأخير، الكاتبة تبارك الراضي. التأخير هو تكتيك يستخدم من أجل إبطاء عملية صنع القرار للحفاظ على الوضع الراهن، وفضلا عن ذلك يستخدم في حالات عديدة أخرى لكل منها طبيعتها التي تستدعي نوعا من أنواع تكتيك التأخير. بإسقاط التعريف الأكاديمي على الحالة العراقية، يمكن القول أنه منذ انتخابات أكتوبر عام 2021 إلى تكليف السودان في أكتوبر الحالي، أي بعد عام كامل، تبادلت الأطراف السياسية العراقية جميعا استخدام هذا التكتيك، ونجحت بعضها في حسم النتيجة لصالحها بالاستثمار بالصفات الشخصية للمنافس باستخدام هذا التكتيك، وهي خطوة ذكية جدا بدلا من إهدار مواردهم في معركة لا يمكنهم الفوز بها، فأحبطوا منافسهم واستفزوه ودفعوه للانتحار بتأثير طبيعته التي لا تطيق صبرا. مرحبا بكم مرة أخرى، وتعالوا معي لنرحب بضيوف الأكارم. الأستاذة تبارك الراضي، مرحبا بك ضيف الكريم علينا. الأستاذ زيد الحسن، مرحبا بكما ضيفين كريمين. أستاذة تبارك، أنت بالمقال، طبعا هذا المقال اللي راح هو الحظر تقولين به في هذه الحالة، فإن عملية أو قرار، أن أي عملية أو قرار سيستغرق وقتا طويلا حتى تتوصل الأطراف لاتفاق واحد. طبعا أنت تتحدثين عن ما استغرقته المباحثات تشكيل الحكومة وتوزيع المناصب الوزارية عليها، يعني كأنه الله يبشرك بالخير، يعني هذه كل القرارات اللي راح تصدر عن الحكومة تستلزم اتفاق كل الكتل مثلا؟ بالبداية السلام عليكم، أحييك وأحيي ضيفك الكريم. احنا خلال العام الماضي، هذه يمكن أطول مدة شهدتها تشكيل الحكومة، لاحظنا مثل ما ذكرت بالمقال، يعني جميع الأطراف تسابقت على استخدام استراتيجية التأخير أو تكتيك التأخير عفوا. بعض الأطراف ممن يجيد الصبر الاستراتيجي كما يحبون أن يسمونه جماهيره، وبعض المحللين السياسيين أبدعت، خصوصا مع استغلال الصفات، صفات المنافس الأخرى. مثل ما نعرف أنه لكل كتلة بعض الميزات، خصوصا أنه كانت المعركة من الصعوبة حسمها، وبالتالي استنزاف الموارد في معركة ما نقدر احنا نحسمها لصالحنا أمر غير مقبول، وبالتالي لجانا إلى التأخير، تكتيك التأخير. ذكرت حضرتك أنه هذا راح يخلينا أمام عملية صعبة باتخاذ القرارات. نعم صحيح، حتى اليوم شوف احنا ليش اليوم البعض يقول لك انه صعود المستقلين مثلا داخل البرلمان مو حاله ايجابيه او حاله ايجابيه. الامر يشبه هذه الحاله، اليوم احنا صعود المستقلين ممكن ما راح
يحقق نتيجة التغيير اللي يريدها، لكن هو تغيير بالنهاية، لأنه صعود المستقلين راح يخلي عملية المساواة مع عملية اتخاذ القرار في ظل إيمان. بعد إذنك، يعني هو التغيير لا يطلب لذاته، هي التغيير من أجل التغيير راح يقول هذا مضيعة للوقت والجهد، إنما التغيير الذي ينتج يعني قفزة نوعية في مسار عمل الحكومة هو هذا فعلا مناطق. صحيح. لذلك التغيير اللي نلاحظه بأنه اليوم داخل أي قرار أو داخل البرلمان أي قرار ما راح يكون بالسهولة السابقة، إذا احنا نمشي باتجاه التغيير، لكن التغيير اللي نسمعه واللي نشوفه بمواقع التواصل الاجتماعي تغيير غير واقعي. هذا معناه أن حضرتك انت يعني لا تحسنين الظن بالكتل السياسية في أنها يعني ستفصل بين من رشحته للكابينة الحكومية والكيانات التي رشحتها. يفترض أن الوزير وإن رشحته كتلة معينة حينما يدخل كابينة الوزارة المفروض ينتهي بعد، ما له علاقة بالكتلة. هذه المسألة إحنا هسه اليوم مشكلتنا وين من 2003 إلى الآن؟ مشكلتنا بالتوافقات؟ لا، ما مشكلتنا بالحكومة التوافقية. بالنهاية النظام الديمقراطي دعامته الأساسية والأولى هي التعددية الحزبية. التعددية الحزبية تفرض أنه اي حزب او الحكومه تتشكل من مجموعه الاحزاب، هذه اذا غادرناها معناها احنا غادرنا نظام ديمقراطي بكامله. لكن احنا وين مشكلتنا؟ بمن سترشحه الاحزاب. يعني مشكلتنا بالمعايير وليس بالطريقه التوافقيه ابدا، بالمعايير. برايي اليوم هي بالمعايير بعد اذنك، هي بالمعايير لو ببقاء الوزير مرتبطا بكتلته هذه نقطه اخرى. لكن اليوم طبعا من الضروري يكون رئيس الوزراء حزبي على الأقل يحاسب، لكن قدر الإمكان احنا نحاول ان نختار وزراء اقل ارتباطا بأحزابهم، هذا ما يمنع اليوم. لكن اذا كانت المعايير متوفرة وبالإمكان انه تمشي المؤسسات بطريقة صحيحة مع شخص حزبي لا ضير، لكن احنا بالمعايير وبمدى المبالغة بالارتباط بالأحزاب او خدمة الأحزاب. استاذ زيد مرحبا بك، ضيف كريم علينا. يعني يبدو أن مفاوضات تشكيل الحكومة على ما يبدو أنها مفاوضات عسيرة، ترى الخلل وين؟ برئيس الوزراء وبالكتلة الأكبر التي رشحت هذا الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بلا شك تشكيل الحكومة أمر صعب، صعب جدا للغاية. اليوم الطبخة السياسية ما تكمل إلا من خروج ثلاث أطباق، طبق الأول طبقة الشيعية أن تكمل طبقها، والطبقة الثانية الطبقة الكتلة السنية، والطبقة الثالثة الكتلة الكردية. هاي الأطباق الثلاثة إن اكتملت تحتاج إلى توابل، التوابل هاي ضرورية لإكمالها ونجاحها. التوابل طبعا اللي أقصد بها هذه التوابل اللي تجي من الدول المحتلة للعراق احتلال الحديث. أمريكا لازم توافق، الدول الإقليمية لازم توافق على هذه الأطباق. إن خرجت هاي الأطباق بدون موافقة التوابل راح تكون فاشلة. واليوم التأخير بحد ذاته بسبب الأطباق الباقية. يعني لو كان الطبق واحد ومن كتلة واحدة وكتلة كبيرة، يعني ما أعرف ليش أنت اختاريت أطباق وتوابل، كأنك تتصور أن ما يجري هو مأدبة. يعني هي طبخة سياسية للخروج بحكومة توافقية منضبطة يتمنون لها النجاح. طيب فإذا ما كانت طبخة مضبوطة وطبخة على طراز الحديث وطراز التوافقات جميعا راح تكون فاشلة. زين، احنا اليوم بالخلافات والتأخير بس بكتلة معينة بس بأحد هذه الأطباق؟ لا، اليوم الخلافات موجودة بكل مكون، الشيعي والكردي والسني خلافاتهم تجدد يوميا. يعني إذا اتفقوا اليوم ليلا نهارا صباحا تلقى الاختلاف مالهم موجود، فهذا يؤدي إلى تأخير. يعني أنا تصورتها أنه قضية عزيمة وكل واحد يسعى للحصول على الزمن الأكبر. يعني نفس العملية هي عزيمة، وكل راح يعزمون أقاربهم ومحبيهم ومعارفهم بالطبخة نفسها. يعني تبشر الخير، واللي ما يعزم من أقاربه وما ما ينجح ويفشلوا يطلعوا. هذا طيب شنو اللي صار جديد؟ الحقيقة احنا ما نتوقع شيء جديد يصير. لأن اليوم أي بناء ينبني على أساس والآمال المعقودة على السيد السوداني. السيد السوداني الرجل ما بي خلل، الخلل مو يمه، الخلل على البناء الأساسي، البناء الأساسي مبني على قاعدة رملية. اليوم الطبقة السياسية فاهمة موضوع التوافقية اللي ذكرت الأستاذة، فهمته بشكل خطأ. يعني اليوم الكتلة اللي ترشح وزير يمسك وزارة معينة يعتقد أن هذه الوزارة كاملة بكل جوانبها بكل أقسامها هي ملك لهذا الحزب. هنا هو الخطأ.
لو كان الوزير فقط. يعني انت باعتقادك ما راح نتخلص من هذا الوضع؟ لا، هو هنا اليوم اذا ما يسمعون الشارع وما يسمعون صوت الحق وما يسمعون الحقائق وما يشوفون تجارب الغير، احنا بنفس الدوامه ونفس الفشل. نعم بالتاكيد. طيب استاذ تبارك، انت بالمقال نفسه كاستراتيجيه لمنع التاخير كما تؤكدين ذلك، تقولين إشراك أطراف أصحاب تأثير للضغط على هذه الأطراف للإسراع بالوصول لقرار. يا هي الأطراف اللي تقصدين؟ كنت أتحدث فيما يخص التأخير اللي جاي تتسبب ببعض أطراف إدارة الدولة من القوى غير يعني الشيعية، أقصد القوى الممثلة للعرب السنة. بالإمكان يعني مثلا إشراك أطراف دولية. السيد ذكر يعني فيما يخص أنه شبه الموضوع بمأدبة، وبالتالي العوامل الخارجية هي بمثابة التوابل. أنت تشيرين إلى إشراك ضمن العملية، قوى ضمن العملية السياسية، شو الفائدة؟ يعني هم جزء من الطبخ. صحيح، لكن اليوم هو جزء من الطبخ أو ما، إحنا لازم نعترف اليوم تدخل الولايات المتحدة. عندنا بالعراق شخصيات خارج العملية السياسية قادر على التأثير بالقرار السياسي. نعم صحيح. بدليل اليوم احنا هواية فواعل سياسيين يخسرون بالانتخابات، لكن يبقى لهم وزن وتأثير داخل العملية السياسية. مثل من؟ ماكو هذا. اكو كثير من الأطراف لها وزن وتأثير ومتحكمة وتحضر اجتماعات القوى الشيعية، لكن هي يجوز عندها مقعد واحد داخل الحكومة. باكر من هذا يعتمد على التأثير أو الوزن التأثيري. اليوم حتى إذا قسناها على مستوى النظام الدولي، العراق يمتلك صوت والولايات المتحدة تمتلك صوت، لكن الوزن التأثيري لصوت الولايات صوت العراق مثل صوت الولايات المتحدة مثل. فإذا من المزمع أن غدا ستقدم الكابينة الوزارية للسيد محمد الشيع السوداني، تصوراتك عن هذه الكابينة؟ يعني إلى الآن التسريبات وما ينزل يعني بمواقع التواصل تحت مسمى مصادر، يعني أعتقد ما يبشر بخير. خلي نكون واقعيين اليوم، ما يعتقد أو ما يطرح عن أنه ستكون حكومة خدمات، حكومة مختلفة ستحاول معالجة ترسبات 19 سنة اللي مرينا بها، لا يكون بنفس الأدوات. يعني كيف يمكن لنا أن نتوقع حكومة مختلفة تشكل بنفس السياقات؟ كيف يعني نتوقع من نفس السياقات أن تنتج إن حكومة مختلفة؟ لذلك اليوم احنا السيد السوداني بسجل خالي من الفساد، يعني نتمنى من عنده انه ما يضيع بتجربة ممكن تحسب عليه وعلى تاريخه، على القوى جميعا ولا استثني القوى. يعني دائما ما تكون المطالبات على القوى الشيعية، لا بالعكس، على جميع القوى سنية او كردية، والجميع ان يعي انه هذه المرحلة هي المرحلة الاخيرة لهم جميعا. لذلك اليوم اذا احنا يائسين او ما عندنا امل من بعد التسريبات اللي نشوفها، هذا يكون انه القوى السياسيه هي يعني حكمت على نفسها بنفسها، وبالتالي الشارع موجود، ضغط الشارع موجود، ويعني التاثير ربما احنا هسه بمرحله هدوء، لكن لمجرد الشارع اللي طلع بفترات سابقه قبل 2019 بهذا الزخم بامكانه. خلينا ننسى انه احنا يعني للسيد السوداني العديد من المقومات اللي تدفع للنجاح. تبارك الراضي الاستاذ زيد الحسن، انتم ايضا ايها الاحبه تعالوا معي لنقرا مقطعا من مقال اخر حمل عنوان صارت مطمطمه للكاتب مطمطه للكاتب زيد الحسن. همزين انت هنا. صارت مطمطه الكاتب زيد الحسن. ترشيح رئيس الوزراء المكلف السيد محمد الشيع السوداني الذي يتسم بالنزاهة والحنكة والتجربة السياسية الجيدة ليس بجديد، فتاريخه يقول إنه قبل 10 أشهر تم ترشيحه، فهل من المعقول أنه طوال هذه الفترة لم يفكر لا هو ولا كتلته الكبرى بكابينة وزارية؟ أين كانوا طوال هذه الفترة وماذا كانوا يفعلون؟ هل كانت فترة سبات واستراحة انتهت بلا شيء؟ أم كانت فترة أحلام وردية استفاقت على صدمة قوية من أفواه طامعة شرهة لا تشبع؟ طمطمط فعل، ممطمط اسم. الآن هل أنت يا صاحب الشأن أصبحت اسما أم فعلا؟ أم أن المطمط أصبح أمرا لا بد منه بعد أن أصبحت أمور العباد بيد شعيط ومعيط
والعاقبة للمتقين. مرحبا بكم مرة أخرى، وأجدد الترحيب بضيوف الأكارم الأستاذ زيد الحسن. ما كنا نظام سياسي بالكون يعاني من فقدان الثقة مثل نظامنا السياسي، وماكو نظام سياسي يمكن أن يبني نهضة شاملة دون أن يكون المواطن واثق بساسته وبمؤسساته. تعتقد أن سبب التأخير هو في انعدام الثقة لو أكو عامل أخرى؟ اليوم كل النقاط مرتبطة واحدة بأخرى. اليوم التأخير هو شنو أسبابه؟ إلى السبب ولا جزء من الأسباب الكبرى. سبب التأخير هو انعدام الثقة، انعدام الثقة بين المكونات نفسها، عقلية التغانم والاستحواذ. لا لا لا، هذه مسألة جزئية. بس مسألة الثقة أقوى، يعني مسببها أقوى، يعني الاعتقاد أنه إزالة كاملة لهذا المكون. يعتقدون أنه هذا المكون أو الآخر يحب يزيل المكون الآخر من عنده. فشانت مسألة الثقة بين الكتل السياسية من الأسباب القوية اللي تأخر. هذا باب. الباب الثاني بالنسبة للمواطن وعدم ثقته بالطبقة السياسية، هذا أمر ولا مفكرين به ولا داخل من ضمن حساباتهم الساسة. وإلا اللي إخفاقات صار 20 سنة، على مدى 20 سنة. اليوم أنطونا سرقة القرن. وأثار الضجة كبيرة. وهذه السرقة يعتبرها سرقة القرن؟ لا، هذه جزئية بسيطة بالسرقة. نحن حديثنا على متعلق بقضية هو الثقة. هو أنا أحكي لك للثقة. يعني أنت اليوم تريد ترشح وزارة جديدة وحكومة جديدة، وتطرح ملف فساد مدوي هائل، وتتغافل عن الملفات الأخرى. أنت اليوم إذا تريد تعيد الثقة، تعيد ثقة المواطن بالطبقة السياسية، قدم لي برنامج، قدم لي برنامج خدمي، قدم لي برنامج يرفع المعاناة عن الناس، قدم لي أمور واضحة جلية. تقدم لي متهم مبتز سارق، الكل يعرف أكو مبتزين وأكو سراق بالطبقة السياسية، الكل يعرف. يعني خبر مو جديد ولا مضموم. يعني فاليوم الشعب حتى تنعاد الثقة، ثقة المواطن بحكومته بساسته، لازم نشوف برنامج حقيقي، برنامج ممكن يتحقق، ولا حتى أحلام وردية. ذكرت بالمقالة هو عملية بناء الثقة مرتبطة ببرنامج لو بتنفيذ البرنامج. لا، هو اليوم يعني فيما بعد. هو اليوم إذا لأن الحكومات الماضية كلها قدمت برامج عبارة عن مجلدات، يعني اختلف. هسه اليوم هذه الحقبة اختلفت. جيد. عندنا الطبقة السياسية لها ثقل بالشارع، اللي هي التيار الصدري والانسحابة، معارضة قوية وإن لم يعلن. يعني الحكومة اللي تشكل اليوم وتفشل فشل ذريع، لا، التيار الصدري ما راح يسكت عنها ولا يتغفل عنها. الشعب كله يلتف حولها ويحقق المطالب الحقة اللي طالبت بها. فالثقة، إعادة الثقة من إعلان عن برنامج والبدء الفوري بتنفيذ بنوده. اليوم الثقة اللي تحكي عنها وتتكلم عنها اللي ثقة المواطن بالساسة، مو هي مش مشكلتنا. مشكلتنا الأساسية ثقة الساسة فيما بينهم، وسبب التأخير تشكيل الحكومة فقدان الثقة بين الساسة نفسهم. تحالفات قوية اليوم تعلن وبصريح العبارة وعلى الملأ وتنشرها جريدة بريطانية عن بيع وزارة الدفاع ب 75 مليون دولار. هذا موضوع آخر. يعني من الثقة، هذا موضوع من الثقة نفسها. نعم. دعني أنتقل موضوع التأخير. سيدة تبارك الراضي، سيدة تبارك، آمال كبيرة يعقدها أبناء الشعب العراقي على حكومة السيد محمد الشياع السوداني. تعتقدين أن الظروف مهيئة لتكون حكومة الشياع السوداني، يعني حكومة مختلفة عن سابقاتها، بحيث تضع برنامجا خدميا يمكن أن يرمم الثقة التي أشار إليها الأستاذ الحسن، ويمكن أن يعيد الثقة بساسة البلاد وبالعملية السياسية برمتها؟ يعني مسألة إعادة الثقة بالعملية السياسية برمتها، أعتقد هذه أحلام كبيرة جدا. بالإمكان الترميم، خصوصا أنه السيد محمد الشياع السوداني بإمكانه استغلال لحظة دولية مهمة تفسح. احنا اليوم رغم كل قد يكون اختلاف، توافق، وضع مهيئ داخلي، لكن احنا بحاجة لرغبة دولية باستقرار الوضع بالعراق. هذه في كل الحكومات دولية. نعم، يعني احنا لازم نعترف بمركزية النظام الدولي. احنا اليوم نقول الولايات المتحدة تتدخل، لا، الولايات المتحدة قوة مهيمنة على النظام الدولي، عندها مصالح. طالما ماكو قوة قادرة على أن تنافس الولايات المتحدة، إذا لازم نعترف. يعني أنا مو الولايات المتحدة تتدخل، أمريكا تتدخل، إيران تتدخل، لا، هذه دول عندها مصالح، وطالما الدولة القوية تتحكم بالدولة الضعيفة. جيد.
يعني اكو كاتبه مكسيكيه سالها صحفي امريكي قالها شنو مقدار الحريه اللي تتمتع به المكسيك باتخاذ سياسات داخليه داخل المكسيك؟ نعم نعم. قلت لها ما تقدر، ما عندها الحريه الكافيه لانه المكسيك بجوار دوله في الولايات المتحده، وبالتالي احنا لازم نعترف اليوم احنا بجوار قوى اقليميه كبيره. طيب لكن طيب لكن, لكن يعني هذا لا يعني انه هذه الدول تستبيح السيادة، تستبيح القرار العراقي على السيد السوداني. بعد إذنك يعني نعم. إحنا لا يعني واهم من يتصور أن العراق ده بلد مثل العراق سيتمكن من التخلص من النفوذ الخارجي، هذا وهم. لكن ما يتعلق بحكومة رفعت شعار الخدمة، يعني أنا هذا تساؤلي، ما جاي أنكر مقدار أو نفوذ خارجي، لكن شيع محمد السوداني تم تبنيه من قبل الشعب العراقي، او فصائل كثيره وشرائح كثيره من ابناء الشعب العراقي تبنوا محمد الشيعي السوداني. هل هو على قدر هذه المسؤوليه كما تتصورين كشخص بسي في خالي من الفساد؟ يعني اداره ناجحه بالتاكيد السيد محمد الشيعي السوداني العفو مؤهل للعب هذا الدور، ولأيضا إذن هناك بصيص أمل في بالتأكيد. لكن إحنا خلينا نعرف أنه الوضع حرج، السيد عادل عبد المهدي ما كان أحد يشك ب يعني سعيه ورغبته ونزاهته ببناء، لكن اللي صار انه السيد عادل عبد المهدي اصطدم مباشره بطريقه مباشره مع الولايات المتحده وانتهى الامر الى ما انتهى عليه. انا اعتقد انه اليوم السيد محمد الشيعي السوداني لازم يدرك، لازم ما يتعامل على انه كل شيء يخص الولايات المتحدة خلص ننهي، بالعكس احنا لازم اليوم الولايات المتحدة بمنطقة الشرق الأوسط على شنو تشتغل؟ صحيح، الولايات المتحدة بمنطقة الشرق الأوسط تتجه إلى إدارة التوازن من الخارج. نحن هنا لما نحن من أجله وليس لما نحن ضده، نحن موجودون هنا بهذه المرحلة من أجل المصالح. إذن لا خلاص لنا إلا بالخلاص من الولايات المتحدة الأمريكية. لا خلاص من النظام الدولي إلا بالخلاص من الولايات المتحدة. لا، هو النظام الدولي المتحكم فيه الآن هو الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تسعى إلى فرض هيمنتها في منطقة غرب آسيا، هذا دون شك يعني لا نقاش فيه. أستاذ زيد الحسن، الدستور هو الوثيقة الأكثر قداسة في العمل السياسي بدون أدنى شك. هذه الوثيقة المقدسة سياسيا ليش يتم تجاوز أو عبور توقيتاتها وكأن شيئا لم يكن؟ أنا ذكرتها بمقالي أنه نعم. المرحوم طارق حرب كان هو السيف نعم. الوحيد على رقاب المدة الدستورية، فأي خرق كان للمدة الدستورية طارق حرب ينبه عنه نعم. ويذكره. اليوم الخرق بالمدة الدستورية واضح وللعيان، بس ماكو بديل بحقيقة، حقيقة الأمر ماكو بديل. يعني يا إما تسحق طبقة سياسية كاملة وتتجه للمجهول، يا إما ترضى بواقع حال ومخالفة الدستور. بس احب اوضح نقطه على الاستاذه انه حتى لا تتهمها. الاستاذه قالت احنا ما ممكن الولايات المتحده ما تقصد بها بقاء المحتل، احتلال فعلي على ارض المحتل، تقصد لك بها اتفاقات سياسيه حكوميه. يعني تريد تقول لك اليوم انا اتفق ويا اي دوله سواء امريكا او اي دوله، هو انا ما اشرت اليه، هو يعني شغل نعم منطقه نعم المفاوضات يعني. هذه للامانه نعم. يعني تقصد لك لازم احنا يصير عندنا اتفاقات نعم دوليه ويا دول العظمى، لان هي اللي ذكرتها بدايه حديثي اللي هي التوابل للطبخات السياسية. اليوم احنا وسط عالم ووسط عامل يعني اقليمي مهم، الحروب اللي جاي تصير والأزمة الغذاء وشحة المياه، كل هذه اسباب لازم اتفاقيات دولية بين الدول، فاحنا ما نقدر ننصلخ من المجتمع الدولي. ذكرت هاي نقطة الأستاذة. نعم، نرجع للموضوع، الموضوع السيد محمد الشيعي السوداني وموضوع نجاحه. نعم، الوزير المكلف اللي راح يستلم اي وزارة راح يكون تحت أمرة محمد الشيعي السوداني. احنا سؤالنا شلون نكيف العمل السياسي بحيث نبرر يعني تغييب او عبور التوقيتات الدستورية؟ هو انا احكي لك استاذ نعم. العزيز اليوم فقلت لك راح تكون الوزارة مو تحت اشراف السيد محمد الشيعي السوداني، راح تكون الوزارة تحت اشراف الكتلة اللي رشحت هذا الوزير. زين، ايش راح يسوي محمد الشيعي السوداني؟ يا اما يقيل الوزير ويطلب ويرجع يطلب من كتلته ترشيح وزير اخر. زين، احتاج هسه الدستور وخرق الدستور وخرق المده الدستوريه. اصبح هل السبب والخلل بالسيد رئيس الوزراء ام بالخلل بالكتله السياسيه؟ الخلل وين؟ بالخلل بالدستور اللي حدد لهم مهله 30 بس اكو اراده يعني عبر عنها السيد الشيعي السوداني كثيرا ما عبر عنها في احاديثه، انه يمتلك اراده لتحقيق ما يريد.
هذا كلام يبقى كلام، الواقع ارض الواقع ترفضه، يعني المنطق يصدم، المنطق يرفضه، نعم المنطق يرفضه، قد يصطدم بإرادات الكتل وتكون أكيد. إرادات الكتل ربما حاكمة أكبر منه. أكيد أكيد أكيد، اليوم الوزارة اللي يصير وزيرها من كتلة معينة راح تكون ملك وطابع لهم، ما راح تكون تحت أمرة رئيس الوزراء، فقط الوزير بالاسم. وبدليل انه الوزاره اللي تحتوي على كتله معينه تتبناها كتله معينه توصل الامر بها الى تبديل حتى الفراش الموجود بالباب من رئيس وزراء. هنا هي النقطه، بس خلي اذا تسمح لي يعني يلا بس على فهم عجاله يعني. على فهم الطبقه السياسيه التوزيع الحصص وتوزيع المغانم الانتخابيه خاطئ. احنا اليوم من حق الكتله تقاتل وتستميت من اجل ان تحصل على وزاره، بس تحصل وزارة من أجل تخدم ناخبيها، مو من أجل حتى توظف أقاربهم ومعارفهم بهذه الوزارة. هذا الفهم الخاطئ اللي إحنا سبب دمارنا وسبب فساد الإدارة اللي يصير عندنا. طبعا إحنا كثيرا ما كنا نسمع من قادة الحراك السياسي العراقي أن يدافعون عن المحاصصة بوصفها يعني آلية لإشراك كل المكونات العراقية وليست آلية للتغانم والتغالب وما إلى ذلك. أستاذ زيد الحسن، السيدة تبارك الراضي، أنتم أيضا أيها الأحبة تعالوا معي لنقرأ مقالنا الأخير الذي يحمل عنوان باسم الوطن، نداء الكاتب عبد الخالق الفلاح. باسم الوطن، نداء الكاتب عبد الخالق الفلاح. يشهد العراق هذه الأيام تحركات متواصلة من أجل تشكيل حكومة قوية قادرة على العمل، كما تفضل وصرح به في بيانه الأول رئيس الوزراء المكلف محمد شيع السوداني. ونحن نزيد القول بأن الولاء والإخلاص هي من أسمى معاني الوطنية له، حيث أن الولاء والإخلاص فيما تقدمه من عمل يكسبه القبول، وذلك مبدأ ديني وواجب إسلامي يجب على كل فرد أن ينتهجه وأن يستشعر ما قدم حاملا لواء الولاء والإخلاص للقيادة والوطن، وأن يكون عاملاً نشطاً يخدم دينه ووطنه وأفراد مجتمعه، وأن يترك على جبين وطنه أثراً إيجابياً ملموساً يشعر به المجتمع والأفراد، ويدع أعماله تتحدث عنه لا اسمه، فهي من يطبع اسمه وينقش حروفه على مدى التاريخ، فالأعمال شواهد. مرحباً بكم مرة أخرى وأخرى، وأجدد الترحيب بضيوفي الأكارم. السيدة تبارك، شلون يمكن لحكومة يشكلها الأستاذ محمد شيع السوداني بوزراء مفروضين عليه من الكتل السياسية؟ هذا طبعا تأكيدا على ما ذهب إليه الأستاذ زيد الحسن. بالتأكيد وعدم تجاوز المعايير اللي وضعها. اليوم بإمكان الكتل السياسية أن تطرح ما تشاء من مرشحين حزبيين. لكن الضوابط اللي يخليها السيد المكلف محمد شيع السوداني تخليه يرفض أي مرشح لا يتوافق أو لا تنطبق عليه هذه الضوابط، وبالإمكان خصوصاً أنه إحنا في مثل ما ذكرت حضرتك، نحن في مرحلة أو المرحلة الأخيرة، الاختبار الأخير، والاختبار يشمل الجميع، لذلك الالتزام بالمعايير. يعني أعتقد السيد محمد الشياع السوداني يمتلك حافز أكثر من الآخرين بنجاح هذه الحكومة. ليش؟ لأنه هو ما يشبه الآخرين، عنده سجل خالي من الفساد، ولذلك أي محاولات لرفضة طيلة المدة السابقة ما كان لها مبررات، لأنه ما حد لقى على بمؤهلات السيد السوداني. نعم، لا، القضية مرتبطة بالكتل السياسية التي تريد التحكم بمحمد الشيع السوداني. مثلا بعد إذنك، يعني مثلا قيل تسرب أن الإخوة الكرد يقد يعني هو طالب بثلاث مرشحين أو خمس مرشحين، في حين أن الإخوة الكرد مثلا قدموا له ثلاث سيفيات لشخصية واحدة، معناها هذا ماكو غيره يقبل به، فشلون يمكن أن يحقق إرادته؟ هذا يعني هذا يجب ألا يعني يدفع السيد محمد الشيع السوداني للقبول بالأمر الواقع أو ما تفرض الكتل السياسية، تقديم كابينة ومن ثم يعني ما البديل؟ يرفض أن يقدم غيره، ما البديل؟ يعني هذا أهم، يعني يخلي السيد محمد الشيع السوداني بتعريض تاريخه كل السياسي للخطر. يعني محافظة، أنا أعتقد اليوم قبل كل شيء أنا كشخص لو كنت مرشح لرئاسة الوزراء بسمعة سياسية وإدارية كبيرة وخالية، أول ما أفكر أنه هذه الكتل
يجب ألا يعني تمحي هذا تاريخي بعيون الناس، خصوصا أنه اليوم صوت الجماهير هو الصوت الأعلى. حتى مسألة الثقة اللي ذكرتها حضرتك وأيضا الأستاذ زيد، قلنا أنه ماكو ثقة بين الفرقاء السياسيين، هاي من بعد 2003، لأنه الولايات المتحدة بنت النظام العراقي على أساس نظرية المخاوف. أنت تخاف من عندي وأنا أخاف من عندك. بل وعمقوا هذه المخاوف وعمقوها بالممارسات أيضا، لذلك هذه مسألة. لكن كان بديت طيلة السنوات السابقة والحكومات السابقة كان أكو ضامن، وجود الحاج أبو مهدي المهندس كان ضامن لكل الأطراف السياسية. لما يوزعون المناصب أني أضمن لك أنه فلان كتلة ما تعتدي على حقك، ما تعتدي على حق السنة، ما تعتدي على حق الأكراد. لذلك غاب الضامن، والا هي الثقه موجوده يعني غائبه منذ البدايه. بالنسبه لثقه الجماعه يعني اهتزاز ثقه الجماهير او فقدانها بالنخبه السياسيه، انا اعتقد هذه مساله ايجابيه، لانه لولا فقدان الجماهير بثقتها لا يمكن ان نرى اصلاح او محاوله للتغيير. استاذ زيد، كل رؤساء الوزارات السابقه اشتكوا من قضيه انهم لا يستطيعون السيطره على الوزراء، لان الوزراء يأتمرون بأوامر كتلهم لا بأوامر مجلس الوزراء، وبالتالي تسبب ذلك في شيوع ظاهرة الفساد وتكريس ظاهرة أيضا المحاصصة بمعناها السيء. فشلون هالحالة هذه تالي وياها يعني في حكومة الشيعة السوداني؟ راح تتكرس هذه لو راح يحد من تدخل الكتل، بما أننا سمعنا بأن السيد السوداني يعني على ما يبدو قوي الإرادة وصلب الشكيمة وما إلى ذلك. طبعا هي النقطة اللي حكيناها بالبداية، الفهم الخاطئ للطبقة السياسية بالتوزير نفسه. يعني بس أنا أريد أعرف أنه هل الدستور بيه مادة أن توزع الدرجات الخاصة للكتل الفائزة بالانتخابات؟ هل الدستور بيه مادة تتيح وتسمح؟ الدستور لم ينص على أي نوع من أنواع من المحاصصة، لكنه أكد على مشاركة جميع أطياف خلق مشاركة. مشاركة بالتوزير. مشاركة بالتوزير، ولكن الدرجات الخاصة يجب أن تؤتى بالتدريج الوظيفي. يعني أي وزارة بمؤسساتها لازم يكون مدير العام مالها متدرج وظيفيا بهذه الوزارة حتى ينجح ويمارس عمله بنجاح. اليوم يجي ينفرض مدير عام على دائرة ما عنده أي معلومات عنها فيفشل بالتأكيد. لازم إحنا الطبقة السياسية نفسها تصحى على نفسها وتنتبه، تنتبه أنه الفساد أساسه التوظيف الخاطئ، مو بالوزارة الخاطئة، لا مو بالوزير الخاطئ، بالتوظيف الخاطئ. لازم ما تقسم الدرجات الخاصة والدرجات الوظيفية الباقية من درجة مدير عام فما دون. نعم، من درجة مدير عام فما دون لازم ما تدخل ضمن التوزيع الانتخابي. التوزيع الانتخابي يشمل وزارات فقط، وهذا موجودة بكل دول العالم، انه الاحزاب تاخذ الوزارات، ما تاخذ كل الوزارات باقسامها. بس احنا ما اعرف منين اجتنا هذه الثقافة، ومنين اجى هذا الاستحواذ على السلطة بكل مفاصل الوزارات، وهو السبب الرئيسي لفشل الوزارات. يعني انت تقترح انه ياخذون الوزارات ويعفون الدرجات الخاصه يتحكم بها رئيس الوزراء؟ يتحكم بها مو رئيس وزراء يتحكم بها، هذه صارت بالجنه. مو رئيس وزراء يتحكم بها، لا نفس الوزير يتحكم بها، بس يخلي بالتدرج الوظيفي. انت اليوم مدير قسم، تدرجك الوظيفي وانت شخص كفو تصعد الى مدير عام. ما يصير يجيب مدير عام انه لازم من الحزب الفلاني. هي الوزاره اذا صارت اقطاعيه لكتله معينه راح الوزير يتصرف بها يعني على نحو موضوعي؟ هو المفروض الوزير من يتصرف بالوزارة، ما احنا سولفنا عن قضية الثقة وانعدامها. نعم، هو الوزير من يتصرف بالوزارة المفروض يتصرف وفق شلون ينجح الوزارة مالته، شلون يقدم خدمات. وحدنا عندنا وزارات نجحت الفترات الباقية، يعني واحد حقيقة يحكيها. عندنا وزارة الرياضة والشباب فترة من الفترات نجحت نجاح بار. جيد، فممكن الوزير يشتغل وينجح وزارته، يعني مو ممكن، بس الوزارات اللي هي مصدر مالي ومصدر مالي قوي اليوم اصبحت مصدر للسرقه لهذه الكتل واستغلتها، لهذا السبب بدات تتغير بكوادرها وبامنياتها وبملفاتها. الاستحواذ الخاطئ للسلطه سبب دمارنا وسبب فسادنا. سيده تبارك، يعني ما تشوفين وياي انه الساسه كانهم لم يتخذوا عبره من حكومه تصريف الاعمال اليومي في اواخر ايامها وما قامت به بعض المحسوبين عليها من استحواذ على اموال هيئة الضرائب؟ يعني ساستنا ألا يتخذون عبرة من هؤلاء، وأن هذا نتاج التحاصص ونتاج عدم وجود رابط حقيقي بين وزراء الحكومة؟ يعني خلي نكون واقعيين، هسه يمكن احنا ما يعني إضمار نية بناء الدولة لاستثمارها. بالتأكيد
ما اخذوا عبره. هذه احنا يجوز هسه السرقه اللي صارت صارت قضيه راي عام، نعم، لكن يمكن مئات السرقات طيله ال 20 عام الماضي احنا ما نعرف عنها. وما يقال من قضايا اخرى ستثار ايضا في قادم الايام. فعلا صحيح. لذلك احنا اول مره نشوف هذه السرقه، لانه صارت قضيه ومهولين من حجم المبلغ وطريقه، مع العلم السرقه صارت بوسائل قانونيه، طرق قانونيه، الغي مجلس الرقابه اوراق وصكوك رسميه كلها. هذا يشير على انه احنا يعني كل السرقات اللي ممكن حدثت بالحكومات السابقه هي مرت بطريقه قانونيه. هسه اليوم لانه حكومه تصريف الاعمال يعني النتائج الايجابيه لصعود مستقلين هي هذه، خصوصا انه الاطراف اللي كشفت عن حجم هذه شخص السرقه على المستقلين، شخص نعم. مستقل نعم. اني هسه نعم. ربما البعض يحسبته، اني مو ضد انه شخص انه حتى ما يقدر يعني يحكي بتوجهات اهوائه هذا نعم. لكن اني مارس دور رقابي، وهذه يمكن اول مره تحصل بطيله دورات البرلمان فعلا، النواب ما يمارسون دورهم الرقابي نهائيا. هذه المره الاولى شجاعه كافيه واعلن عن كل هذا، شجاعه كافيه واقدام. وايضا اعتقد يعني انا من رايي هذا الشخص عنده سجل خالي من الفساد، والا يعني الشجاعه والاقدام ربما تكون لدى متوفره لدى كثير من النواب، لكن كون كتلهم او هم شخصيا متورطين او بالامكان استفزازهم او ابتزازهم عفوا هو اللي يخلينا او يخلي هذه الملفات تبقى مخفيه. الشخص اللي ما عنده احد، ما حد لازم عليه لازمه، بالامكان انه اي ملف فساد يظهره ويحوله لقضيه راي عام. لذلك انا اعتقد رغم انه هذا النائب ما كان محسوب على الحراك التشريني، ايضا ما محسوب او ما كان لكتل سياسيه مطالبه بالاصلاح، لكن هو يعني لقن الجميع درسا، نعم، ولقن الحراك التشريني. اليوم نعم. احنا نواب اللي يعني اتمخضت او الساده النواب اللي خرجوا من رحم الحركات الاحتجاجيه ما شفنا لهم اي دور. هم يعترضون على هذه الطبقه السياسيه ويتهموها بالفساد، لكن ماكو اي احد منهم. هو هذا احد الاسئله المهمه جدا، انتم يا تشرينيون الذين خرجتم من اجل الاصلاح ومن اجل الحد من الفساد او منع الفساد، لم تنبسوا ببنت شفه على صفقه مهوله ستلحق الضرر الفادح بالاقتصاد، رغم انه جزء من اعضاء اللجنه الماليه هم من حراك تشرين. نعم نعم. لكن نعم. ما شفنا اي دور رقابي نعم. داخل اللجنه الماليه. نعم نعم. أنا أستاذ زيد بودي أنا أعود بك إلى المقال اللي كتبته حضرتك، تقول به الجميع يسرق وينهب ما استطاع لهذا سبيلا، بدليل ارتفاع أسعار الوزارات وغلو أثمانها. هل فعلا أن الوزارات يعني خاضعة لمزاد ومن يدفع أكثر وما إلى ذلك؟ إذا أكو شنو الدليل يعني على هذا الكلام؟ لأن السيد محمد الشيع السوداني عازم على محاربة مثل هكذا ممارسات، يريد كابينة تنجز. المقال كتب البارحة، نعم، واليوم جريدة بريطانية نشرت سعر وزارة الدفاع العراقية اليوم كم وصل؟ وصل 75 مليون دولار. هذا ما كتبته لبريطانيا، من قال أن هذا الكلام صحيح؟ تصريح أحد زعماء سياسيين اليوم صرح ونشر الخبر أنه سعر وزارة الدفاع وصل 75. طبعا أكيد وبلا شك، وماكو عاقل يعرف بأنه السيد محمد شاع السوداني هو اللي عرض سعر وزارة الدفاع. السيد محمد شاع السوداني مكلف انه يستلم مرشح من هذه الكتله لوزاره الدفاع، فاكيد اللي عرض هذا السعر هي كتله المرشح نفسها، والا ما دخل محمد ولم يفتح دكانه لبيع الوزارات، وانما الكتل اصبحت تبيع فيما بينها وتفاضل فيما بينها. لا ما تفاضل الانزه، تفاضل اللي يدفع اكثر. وهذه الاخبار يعني ما اجيبها انا من عندي او من الشارع، الاخبار من افواههم من السنتهم هم نفسهم. فأسعار الوزارات مو جديدة على العراقيين، يعني من 2003 اليوم الوزارات تباع، ولهذا السبب الوزارة اللي يأخذها تأخذها كتلة معينة تصبح ملكة، لأنه هي مشتريتها بمالها الخاص. زين، بناء على ما تحدث به السيد السوداني وهو أعرف بالتحديات التي واجهها والتي سيواجهها، وأعلن أنه سيقف ضد الفساد بجميع أشكاله، ولعل بيع الوزارات مثابة من مثابات الفساد البشعة، يعني
تعتقد راح يسمح يمرر بها؟ يمررها؟ اليوم بالذات اليوم المكتب الإعلامي للسيد محمد نحن طبعا السوداني. نحسن الظن بالسيد السوداني لأنه كما أشرنا سابقا إلى أنه مثل خيار الشعب بهذه المرحلة. نعم نعم. اليوم ما يمتلكه من مؤهلات وكون ابن عائلة مضحية وكون رجل صاحب ملف نظيف. نعم اليوم قد اليوم مكتب السيد النائب السيد المرشح عاقد جلسة لفحص ملفات وسيفيات المرشحين حتى لا ينصدم بتاريخهم أو ينصدم بجرائمهم أو ينصدم أنه واحدهم ما يمتلك شهادة تتخول الاستلام هذا المنصب. اليوم اليوم هذا يعني خبر اليوم هذا هذا يعني هذا دليل على هذول الأشخاص مفروضين عليه لأنه ما عنده سابق معرفة بيهم. لو كان الأمر متروك للسيد محمد شاع السوداني كان عرفهم من زمان خلال هاي الفترة اللي استغرقت 11 شهر بس المفروضين عليه بهاي الفترة فترة توافقية فلازم لازم يفحصهم ويكتب ونرجع للمدة الدستورية بسببهم صار هذا وهذا ما يبشر بالخير. شكرا الأستاذ تبارك الراضي الباحث في الشأن السياسي الأستاذ زيد الحسن زيد الحسن الكاتب والمحلل السياسي. كتب أيها الأحبة معد البرنامج الخاتمة التالية: كنا قد استبشرنا خيرا عندما رشح السوداني الأفضل بالمطلق للتصدي لهذا المنصب، لكنها وللأسف الشديد هذه الفرحة التي ما دامت، فسرعان ما عادت القوى السياسية لمنهجها السابق بالعودة إلى نظام التقاسم والتغانم، وكان من الواجب بعد أن آلت الأمور إليها أن تعيد النظر في تجربتها السابقة في الحكم وأن تستثمر الأوضاع السياسية في تقديم حكومة مختلفة عن كل الحكومات السابقة وأن تضع منهجا جديدا مختلفا عن المنهج السابق الذي سارت عليه العملية السياسية منذ الإطاحة بنظام صدام الدموي، وهو أمر سيفشل أي حكومة قادمة وإن كان رئيسها نزيها وكفوءا ومخلصا مثل المكلف محمد شاع السوداني. في أمان الله.